أحبتي في المسيح، بعد أسبوع كامل من الغياب نلتقي مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم المليء بالفقرات الحلوة والشيقة، المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. مشاهدينا الكرام، نعمة وسلام المسيح مع جميعكم. أحييكم بفقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين الشائعة. دائما تسمع أخواتنا المسلمين يقولون الغرب المسيحي هو اللي احتل بلادنا وقتل عيالنا ونهب ثرواتنا. شوف الحروب الصليبية وش سوت بنا، ولا تعال شوف بوش ايش سوى بالعراق، إلى آخره من هذه القصص. حبيبي، الغرب ما هو بمسيحي، وأنا ما ألومك لأني كنت مثلك، أحسب أن المسيحية جاتنا من عند الغرب. لكن الحقيقة أن المسيحية أصلا جات من عندنا، من الشرق الأوسط، يسوع المسيح من الناصرة، وانولد في بيت لحم ولجأ في مصر من وجه هيرودس. ورسول المسيح بولس درس في دمشق على يد حنانيا، ومنها نشر المسيحية لأوروبا كلها ونورها نور المسيح. ولو تجي للغرب هذه الأيام للأسف تلاقيهم معظمهم صاروا ملحدين، وإذا كانوا مسيحيين فهم مسيحيين بالاسم طبعا معظمهم، والمسيحيين الحقيقيين هم نسبة محدودة وقليلة في كل بلد ومدينة. وهذا اللي قاله المسيح. إيش قال المسيح؟ قال: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. لوقا 12:22. المسيح لما وصفنا بالقطيع الصغير، وهذا أمر طبيعي، ولكن على الرغم من هذا حنا نملك أهم شيء في العالم. حنا معنا المسيح يسوع الناصري، حنا أهل الملكوت. فاهم يا محمد؟ وأنت يا عبد الرحمن ويوسف وعلي، موسى، سلطان، مشاري، جراح، وأنت يا عهود، موضي، مها، نورة، جميلة، أميرة، سميرة. عيب علينا أنه يجي واحد أمريكي أو بريطاني ويكلمنا عن المسيح اللي هو أصلا من عندنا. حنا للزوم علينا نتبع المسيح اليوم ونتعلم منه ومن تعاليمه ومن اللي يعطينا إياه الروح القدس كل يوم من عند الأب، ونعطيه الناس ونشاركهم بالبركة الموجودة عندنا وحنا مش مقدرينها. تعال لليوم للمسيح وهو يعوض كل الأيام والسنين اللي فاتت، لأن الوقت المناسب علشان تجي للمسيح هو الآن. الآن، لأن المسيح حي ومنتظرك. آمين.